السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناة معلومات وفنون. ازيكم عاملين ايه؟ بتوحشوني جدا جدا جدا. ايه اللي انتي عاملاه ده معانا؟ انتي شارية لنا اكل جاهز؟ لا انا مش شارية اكل جاهز، احنا جبنا الجاهز عندنا في البيت. ده كريب، احلى كريب ممكن تاكليه من عمايل ايديكي، انضف واحسن لاولادك. والاولادنا طبعا كلنا عايزين الوجبات الجاهزه. شفنا مع بعض قبل كده، استعرضت معاكم الحاجات اللي انا اشتريتها، مستلزمات الكريب. عيش الكريب الجاهز اميز ما حاجه فيه وسع العيش بتاعه، يعني تقريبا القطر بتاع الرغيف اكتر من 40 سنتي. عملنا الكريب لاولادنا في البيت. لو انت جايه من شغلك مستعجله، اولادك مش عاجبهم الاكل وعايزين ياكلوا، عايزه تغيري في الاكل بدل الطبيخ، سقعانه ومش عايزه تقومي تعملي اكل وتحطي ايدك في الميه والكلام ده كله، احلى اكل تعمليه لاولادك ويحبوه، والله ممتاز واحلى من الجاهز. زي ما انتم شايفين كده، ده الكريب عاملاه بكذا شكل، وده عيش اللي هو البلدي عاملاه بنفس الطريقه. اللي ما عندهاش عيش الكريب وما تقدرش تعرف ما تعرفش توصله او تجيبه، زي ما انتم شايفين كده. ومعانا شويه بطاطس مقليين، وبالف هنا وشفا ليكي ولاولادك. هنبتدي مع بعض الفيديو بتاعنا ونسمي بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنفتح مع بعض هنا اهو ده الكيس اللي انا جايباه، اللي هو عيش الكريب الجاهز ده. طبعا في ناس شطوره وحلوه وبتعمل الكلام ده كله في البيت، بس الحجم ده يعني صعب ان هو يتعمل في البيت، فهو حلو كده. ده غير كده مثلا الناس اللي شغالة اللي مقدرش تقف تعمل الكريب، مقدرش تعرف تعمل الكلام ده كله. بصوا حجمه عامل ازاي، عايزة اوصل لكم يعني. بصوا هنا الصينية دي كبيرة، هو قدها حجمها مرتين تقريبا، يعني الواحد لو كنت جبت مسطرة يعني هو نقول مثلا كده حوالي القطر بتاعها اكتر من 40 سنتي. شايفين السمك بتاعها يجي باينة من الناحية التانية اهي، سمكها رقيق جدا اهو. احنا كده هاجي هنا على نص الكريب بالظبط كده، وابدأ احط تشكيلة الصوصات بتاعتي. هنا كده حطيت اهو مايونيز، ده اول ده مستردة شو ايه الله، يا رب يكون باين عندكم كده. مايونيز ومستردة ده الكاتشب بتاعنا، طبعا مفيش اي وصفة بتستغنى عن الكاتشب. وده البربكيو، هو ايه حط منه برضو، بيدي مزازة وطعم كده جميل جدا كده. انا تقريبا حطيت في نص العيش معايا هنا، انا عامله بطاطس مقليه قليها تخينه شويه كده، هنعملها زي العيش السوري اللي بيتباع في المحلات. نحط عليه هنا، عايز اقرب لكم الصوره شويه اهي، تشكيله بقى من الجبن بتاعتنا. هنحط بقى زي ما انت عايزه الحشوات اللي انت عايزاها كلها واولادك بيحبوها، تحطي بسطرمه، تحطي بيف، تحطي صدق، هوت دوج، حشوات عايز تحشيها حلو. بص هنا كده احنا ايه
تنيناها يعني تقريبا، هي تقريبا النص الا حاجات بسيطه. وهبدا هنا اثنيها كده، بس عايزاها تبقى واضحه بس في التصوير اهي. نشد كده على الحشوه ونفتح نلفها بالراحه، لان العجينه فعلا فعلا اهي زي ما انتم شايفين كده اهو، رغيف بطاطس السوري. اللي عايز يدهنها وشها بفرشة زيت او قدام مفيش مشكلة، اللي عايز يحطها في الفرن زي ما هي، يحطها في صينية، يحطها يعني بكل الاشكال. انا هحطها في الفرن، يعني انا هحطها في الفرن. ده كده رغيف تاني بحشوات مختلفة، ده هنا اهي فراخ انا مفصصاها، فراخ اهي. اولادنا طبعا ما بيحبوش ياكلوا اللحوم والفراخ والكلام ده كله، نحطه لهم بقى في الحاجات دي اهو. ممكن نحط عليها هنا بطاطس، انا حاطه بقى يعني الصوصات انا حطاها. ده هنعمله بقى ايه، مثلث كده. والجبن اهم حاجه ان هي اللي بيميز الكلام ده كله، ده كده ممكن نعتبره كريب. اجيب مايونيز وادي جبنه رومي مبشوره وجبنه الشيدر. هنعمل برضو هنا اهو كل ده بنحشي، حاطين الصوصات بتاعتنا في النص، وجينا هنا في النص هنا حطيتني هنا برضو ناقص يعني. بص هنا زي ما انتم شايفين اجي الحرف اهو، يعتبر نص الا حاجه بسيطه. ونتني كده هنا الحشو بتاعها ناقص، نزود هنا الحشو عشان ميبقاش فاضي اهو. قلناها كده على اتنين، بعدين هنيجي هنا اهو كده، هنقوم جايين زي مثلث كده بالراحة، ان هي مش مستحملة. بصوا بصوا سندوتش كريب اهو، هدخله الفرن واعمل لكم حشوات تانية. عندنا بقى برضو هنا واحد تاني بحشوة مختلفة. افرجي ما عندكيش بطاطس مقلية، ما عندكيش هوت دوج، ما عندكيش بواقي فراخ، جبن معانا بيروحوا يشتروها بالجبن، يعني بيروحوا يشتروها مخصوص يقول له كريب جبنه. اجي اجي رومي مبشوره واجي موتزاريلا وادي الشيدر المبشوره. كتروا بقى الجبن بتاعتنا، نتنيها كده بعدين نجي الجنب ده نتنيه كده بالراحة، وتحاولي تلفيها متماسكة. طبعا ده تجيبيه تحطيه في التلاجة وقت ما بتعوزيه قبلها بشوية بتطلعيه، يعني ده كنت مبيتاه في التلاجة طلعته من الفريزر فك اهو زي الفل اهو. رغيف تاني اهو كده، عملنا بتاعت حشوات مختلفة. تعالي بقى اقول لك حاجه تانية، لو ما عندكش العيش السوري ده او مش متوفر او مش عارفه تجيبيه منين. انا كنت الاول بصراحه مش عارفه اجيبه منين برضو. ده العيش العادي بتاعنا اللي هو الالي رقيق كده زي ما انتم شايفين برضو، صح مش بنفس رقيق زي العيش الكريب، بس برضو عطي ايه مش التخين. فممكن تستعود معاكي عندك العيش ده في البيت، اعملي لعيالك برضو اللي هم عايزينه اهو. هنعمل لهم برضو السندوتشات اللي هم عايزينها، هتعجبهم جدا ادي المايونيز الباربيكيو
ودي مستردة بتاعتنا، شكلنا التوابل بتاعتنا كلها زي ما انتم شايفين كده. هنحط هنا معانا بطاطس، بطاطس المقلية طبعا، ولو ان ايه يعني الواحد ما بيحبش يدخل برضو الدهون والحاجات في اولاده، بس ما فيش حد بيقدر يستغنى عن البطاطس المقلية. ادي البطاطس بتاعتنا اهي، ونحط عليها برضو تشكيل الجبن. مفيش حاجة اسمها ما عندكيش على السوري، مش مشكلة، مش لازم تجيب العرض ده. العرض ده عندنا عند البقال في السوبر ماركت، عندنا المايونيز وعندنا الشيدر وعندنا التركي، والعيش ده متوفر. وادي الصوصات بتاعتنا، مش لازم مايونيز، مش لازم مستردة، اعملي كاتشب اهو، وهنلفه بالشكل ده. اهو احلى ساندوتش بطاطس سوري، حطه في الفرن واطلع وراكم اهو. شكله اهو بعد ما استوى مقرمش زي بره، عايزه تدلعيه بقى وتحطيه ورق فويل ما اعرفش ايه، ودلبي العيش العيج اهو، جميل جدا وطعمه والله بيبقى جميل برضو. يعني كنت الاول بعمله كده على طول، ده بعيش الكريب وده بالعيش العيج. قولي ايه رايكم في التعليقات، وما تنسوش تعمل لنا لايك، اللايك بيساعدني جدا وبيرفع الفيديو. لايك 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 لايك، واللي اول مره يشوف القناه بتاعتنا يشترك ويفعل زر الجرس عشان كل ما ننزل حاجه جديده يشوفها باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واللي جربه بالف هنا وشفا. السلام عليكم.